طيب احنا بنست خلاص. لا ما عايزين دلوقتي يعني نتعلم اوامر مشهوره جدا. طبعا المفروض تتعلم مجموعه من الفانكشنز، بس دي طبعا مفتوحه خالص. تتعلم فانكشنز تتعامل مع التواريخ، فانكشنز تتعامل مع الارقام، فانكشنز تتعامل مع النصوص، فانكشنز معرفه. والفانكشنز تبقى حاجه يعني سهله يعني، بس مجرد معرفه يعني، ما فيهاش فهم يعني دي بتعمل ايه. لكن احنا دلوقتي هنتكلم على يعني العمليه اللي هي اسمها اجريجيتنج فانكشنز. الاجريجيتنج فانكشنز او يعني هي الدوال الاحصائيه والكلام ده كله. لو جينا بصينا على سبيل المثال في جدول اللي احنا شغالين عليه البرودكتس، لو قلت له سيلكت استرسك فروم برودكتس وقلت له انا هشتغل على داتابيز اسمها نورث ويند واشتغلت، طلع لي ادي البيانات. فانا ممكن اكون عايز اطلع بيانات احصائيه عن مثلا اليونت برايس، زي مثلا اعلى سعر، اقل سعر، متوسط الاسعار بتاعتي كام، فاهم الفكره؟ كده يعني مجموع الاسعار كام، او مجموع اللي في المخزن عندي كله بكام. هنشوف دلوقتي حاجات احصائيه زي كده. فلو جينا على سبيل المثال عايزين نقول هات لي الماكس يعني اكبر سعر في اليونت برايس، خلاص كده بقول له سيلكت الماكس بتاع اليونت برايس فروم برودكتس. عملنا اكزكيوت فجاب لي اعلى سعر 203 وايه 264. طب لو قلت له كوما ده كده الماكس، خلاص ممكن اسميه الياس ماكس برايس، خلاص حلو قوي. ممكن اقوم اطلب منه المينيمم لليونت برايس واسميه مينيمم برايس، خلاص لو انت عملت كده اكزكيوت طلع لي ادي الماكس برايس وادي المينيمم برايس اللي هو مش متحدد ليه سعر. ممكن اطلب المتوسط، ممكن اقول له اي في جي لليونت برايس، تمام متوسط الايه بسميه اي في جي برايس. لاحظ ان هنا ماكس مينيمم دي الفانكشنز اللي موجوده عندي، خلاص قلت له اكزكيوت طلع لي ادي الماكس والمينيمم وادي الافرج متوسط الاسعار بتاعتنا 28.5. ممكن يقول عايز كاونت. كاونت دي بتعمل ايه؟ بتعد. كاونت بت ايه؟ بتجيب العدد. فاقول له اكني بقول كام، يبقى تبقى اسمها كاونت برودكتس، ها؟ يعني عدد المنتجات، لان هي بتعد السجلات، خلاص كده؟ فقال لي مثلا عندك 78 برودكت، كانوا بيطلع لنا دايما 78 برودكت، متوسط السعر بتاعهم، اقل سعر كام، اكبر سعر كام، كلام من ده. في صم. في صم، تلاحظ احنا ماشيين لغايه دلوقتي مفيش مشكله عندنا خالص، كوما واللي بعده كوما واللي بعده كوما واللي بعده. فجيت في موقف من المواقف كده وقلت له انا عايز اجيب مثلا المجموع. فلو جيت قلت مثلا على سبيل المثال سم لي اليونت برايس وجيت عملت اكزكيوت، النتيجه اللي طلعت لي هنا ليس لها معنى. يعني ايه يعني؟ معناها ايه؟ يعني ايه مجموع دي بتجمع؟ يعني ايه مجموع اسعار الوحدات عندي؟ يعني مثلا عندي لابتوب مثلا ب 5000 وعندي لابتوب ب 3000 وعندي لابتوب مثلا ب 2000. وما ال 2000 زائد 3000 زائد 5000 ب 10000. ليس لها معنى. لان انا عندي او ابو 2000 ده عندي منه كام حته؟ خلاص وابو 3 عندي منه كام حته؟ وابو 5 عندي منه، لازم اشوف ايه؟ اعمل عمليه حسابيه اعدادهم في سعرهم واجمع فاعرف ان انا عندي بضاعه بقد ايه؟ اعرف بضاعتي بكام دلوقتي، صح ولا لا؟ يبقى ما ينفعش السعر لوحدك، ممكن اضربه فيه مش فاكر انا الحقل اسمه ايه، مش عارف حاجه ان ستوك، يونتس ان ستوك، دي الوحدات اللي موجوده عندك في الايه في المخزن، صح كده؟ قلت له ماشي. انا مش عايز بقى ده يعني يونت برايس، لا يونت برايس مضروبه ها في الايه في اليونتس ان ستوك، فاخد سعر الوحده مضروب في عدد الوحدات الموجوده عندي في المخزن واجمع سعر الوحده مضروب في عدد الوحدات المخزن واجمع واجمع واجمع، فيطلع لي في الاخر خلاص رقم يعبر عن الـ معايا في المخزن بكام، معايا في المخزن بايه بكام. لو جيت عملت اكزكيوت كده لقيت قال لي البضاعه اللي عندك في المخزن ب 54000 جنيه،
بقى ليها معنى، دي البضاعه اللي عندي في المخزن اللي بكذا خلاص، لكن ما بجمعش وحدات ايه ليس له معنى. يعني مثلا انت عندك هنا في المعمل مثلا عندك مثلا 30 جهاز، تقول سعر الجهاز بكام، سعر الشاشه بكام بكذا، سعر الكيبورد بكام بكذا، وسعر الكيس بكام بكذا، تقول لي اجمعهم على بعضهم واقول لك بكذا، المفروض ده سعر الايه الجهاز، تقول لي بقى خلاص كده انت، وسعر الترابيزه بكام بكذا، والكرسي بكذا، تقول لي حلو قوي يبقى كده ايه بكذا كله على بعضه، ايه معنى ده؟ ملوش معنى، ده لازم ايه في عدد بقى الايه، كيف كرسي في عدد الكراسي الموجودين، ترابيزه في عدد الترابيزات الموجودين، جهاز في عدد الاجهزه اللي موجودين، فلازم تضرب كده كده السعر في ايه؟ في عدد الوحدات اللي موجوده عشان تعرف بكامل التكلفه كلها. يعني حاجات بسيطه. لا ما يعملش كده، لا لا ما يعملش كده. بيضرب ويجمع، يضرب ويجمع، يضرب ويجمع لغايه ما يجمع كله في الاخر. خلاص؟ ده بالنسبه له حقل واحد اللي هو ده في ده. الاعمال الحسابيه بالنسبه له هي دي النتيجه. بياخدها بيجمعها على كل النتائج اللي هتطلع بالشكل ده. خلاص كده؟ يعني طلعت لي اول نتيجه مثلا ضربهم في بعضهم طلعوا لي مثلا ب 1000، واللي بعدها طلعت لي ب 2000، واللي بعدها طلعت لي ب 1500، بعد كده ده كله يتجمع 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 طلع في الاخر رقم ايه؟ واحد. اه هو ده رقم واحد في الاخر. اه يديك رقم واحد في الاخر. هو زي ده؟ هو ده رقم واحد في الاخر. انا قلت يبقى اجمالي دوت في ده وبيدوهم. لا 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 بيمسك برايس في ستوك واللي بعده واللي بعده واللي بعده يطلع لي كولومز بيعمل لي صمت زي دي بالظبط، ما الافرج كده. الافرج بياخد الافرج بتاع البرايس، مليون برايس دي عباره عن كولوم. قصه طويله. بيبقى عامل ايه؟ يقوم مجمع كله ويشوف عددهم يقسمه على عددهم ويقول لك متوسط كذا. خلاص زي الكاونت. لا الكاونت سهله، الكاونت واضحه. بس الكاونت برده جاي له برده ايه؟ برده كولوم. فهو بيقعد ايه؟ 1 2 3 4 5 يقوم عدد كم سجل بس. ممكن اقول كاونت استرس. هي معناها المد بالعربي كده مجموع ده. ماشي. ماشي بالظبط. دي ساعات بقول ايه؟ بقول كاونت الحقل معين او كاونت استرسك. لا المشهور استرسك ليه؟ لان ساعات لو انت بتكاونت عمود كولوم والكولوم ده فيه حق قيمه نل هتقع منه. لو فيه قيمه نل يعني هم اربع سجلات وفيهم الثالثه نل في حقل معين فتلاقيهم عامل لك ايه؟ المجموع ثلاثه والنل ما عداهاش. فالناس تقول لك ايه استرسك ليه؟ لان استحاله الاقي السجل بالكامل ايه؟ السجل بالكامل نل، فكده كده العدد عنده ايه لازم يطلع صح، العدد عنده لازم يطلع ايه؟ يطلع صح، خلاص؟ لكن ممكن برضو تكون انت في بتحتاج عايز تعد حاجه معينه يعني ما اعرفش، بس عرفتك الفرق ما بين الاثنين. نعم؟ مش هعد كده نعم؟ مش هعد كده هيعد الجدول كله، هيعد كام سجل؟ هيعد الجدول كله. هي ايه؟ هيعد الجدول كله؟ هيعد بالسجل، بس لو السجل كله نل، لو في سجل عندك كله نل هيفوته، مش هيعد. بس دي طبعا صعبه. لكن لو حقل ممكنه، لو حقل ممكن يبقى في حقل عندي فيه قيم نل عادي، فساعتها هيفوت العدد. فهمت؟ عشان كده في ده الناس اكتريت الناس في الكاونت بتقول لك عد بالاسترسك على طول او بالبرايمري كي، على اساس ان البرايمري كي برده ما ينفعش يتفق يبقى فيه قيم نل، لان المفهوم واحد. يعني المفهوم ايه؟ واحد. انا ضامن ان البرايمري كي مش هيبقى نل. ماشي مظبوط، بس مش عايز الخبط لك المعلومه اللي عندي. خلاص خلاص. على ان احنا شفنا نل بيجي في البرايمري كي، شفنا مره في السكول سيرفر. اه نل واحده. اه طيب انا بقى مش عايز كده بقى، برضو مش عاجبني، عايز اعلى من كده شويه. الا وهو ايه؟ انا عايز حلو قوي ان انا اعرض العمليات الاحصائيه الجميله دي، بس انا عايزها على كل فئه منتجات لوحديها، على كل فئه منتجات لوحديها. يعني مثلا لو في مثلا ما اعرفش المنتجات اللي عندي مثلا متقسمه كذا فئه، فانا عايز اكبر واصغر ومتوسط وعدد الفئه الاولانيه. لو انا ببيع مثلا حاجات زي كده مثلا كام ترابيزه، فانا عايز ايه؟ عندي اكبر قيمه واقل قيمه متوسط الارقام في الترابيزات وفي الاجهزه الالكترونيه وفي الشاشات وفي عايزهم يتصنفوا ايه؟ جروبس. خلاص نقسمه جروبس. لغايه دلوقتي كده طبعا دي الكاتيجوري اي دي هي اللي شايله الجروبس دي. فلو انا عملت كده بيجيب لي كله على بعضه، كله 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 على بعضه. دي اسميها فال ان ستوك، يعني قيمه في الايه؟ قيمه المخزن. فال ان ستوك ماشي.
انا بقى عايز بقى يكونوا كاتيجوري كاتيجوري. فانا اقول له كل الكلام ده جميل، بس انا عايز الاول تعرض لي الكاتيجوري. كاتيجوري اي دي خلاص كوما، يعني الكاتيجوري اي دي قدامها كده تطلع لي بقى ايه الماكسيمم كام والمينيمم كام والافريج كام والكاونت كام والسم كام. خلاص وجيت عملت اكزكيوت، بوم ضرب في وشي ضربه، يعني ايرور مشهور جدا كده، يقول لك الكولومن اللي اسمه كذا از انفاليد ان سيلكت ان سيلكت ليست. خلاص ليه؟ لانها ما فيهاش اجريجيتنج فانكشن، وبرده ما انتش مستخدم جروب باي. خلاص يعني ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لك المشكله كلها ان اللي احنا شفناه دول الماكس والمينيمم والافريج والكاونت والسام والى اخره من الاجريجيتنج فانكشن، كلهم بيجمعوا لي اسمها تجميعيه، دوال تجميعيه او احصائيه. دوال تجميعيه يعني ايه؟ بتجيب عندها بتاخد ارقام كتير وفي الاخر تقوم ايه مصفها لك على ايه؟ على رقم واحد زي ما احنا شفنا. السم بيجي لك يجمع كله ويجيب لك في الاخر رقم واحد. لكن الكاتيجوري اي دي لسته لسته، فبيقول لي انا مش عارف اعرض زي لسته كده وقدامها هو رقم واحد، انا مش فاهم دي. فانا عايز اقول له لا انت مش عايز تعمل كده، انا عايزك تمسك كاتيجوري اي دي وتعمل حسابات لده، فتجمع على حسب كل كاتيجوري اي دي لوحدها، على حسب كل كاتيجوري. طب ازاي افهم الاس كيو ال كود ان انا عايز اجمع على حسب كل كاتيجوري اي دي لوحدها؟ بزود حاجه اسمها جروب باي. انا مش عايز اعمل على كاتيجوري اي دي اي عمليات احصائيه، مش عايز اعمل اي حاجه، ولا اجيب مجموعهم ولا متوسطها ولا مش عايز. لكن عايز اقول له جمع لي التجمعات. جروب باي اقصد بيها اللي هي الماكسيمم والمينيمم والكاونت والسم اللي هي عمليات الاحصائيه كلها. عايزك تجمعها، تحسب لي العمليات الحسابيه دي او الاحصائيه دي. خلاص تحسبها لي ازاي؟ على حسب الكاتيجوري اي دي. يقول لك اه يبقى انا مش هجيب الماكس الكل كاتيجوري اي دي، كاتيجوري اي دي انا مش هجيب المينيمم كله لكل كاتيجوري اي دي، كاتيجوري اي دي لوحدها. مش هجيب الافريج كله، كل افريج لمين؟ لكل كاتيجوري اي دي لوحدها. لو جينا بصينا كده عملنا اكزكيوت، قال لا كده اقدر افهم. اولا اللي مش متحدد له كاتيجوري كذا ومتوسط كذا وكذا وكذا وعددهم واحد، يعني هو في منتج واحد مش متحدد له كاتيجوري اي دي، بقت باينه معناها صح. والمنتج ده ملوش لسه سعر ولا اي حاجه خالص، فجاي كل ارقامه فاضيه. لكن الكاتيجوري اي دي الفئه رقم واحد، هم اصلا 12 منتج عندك من الفئه رقم واحد، وهو اكبر سعر في كذا واقل سعر في كذا ومتوسط الاسعار في كذا، وعندك منه بالمخزن بحوالي 12,000 جنيه. خد بالك بقى في معنى، بقى في ايه؟ بقى في معنى. خلاص فهمنا جروب باي. يبقى احنا خدنا سيلكت فروم وير اوردر باي جروب باي، فاضل لنا حاجه اسمها هافينج. خلاص المكون الاساسي من جمله الاس كيو ال سيلكت. ايه هافينج؟ احنا عارفين وير. وير لما اكون بعمل ايه؟ بعمل شرط. يعني مثلا اجي اقول ايه مثلا قام قايل وير. وير ايه يا عمي؟ قلت له وير ان الكاتيجوري اي دي يكون بيساوي الفئه رقم واحد. يعني من الاخر عايز الكلام ده كله يتم، بس يتم الفئه ايه؟ الفئه واحد بس. طبعا ممكن اقول اور الفئه رقم اثنين الى اخره، شرط عادي من الشروط اللي احنا ايه؟ اتعلمنا عليها. فقلت له كده، قال لي ماشي خلاص جبت لك بتاعه الفئه رقم ايه؟ رقم واحد. قلت له حلو جدا جدا، مش عندي اي مشكله. بس خد بالك بقى من القضيه، لو افترضنا ان انا عايز اجيب كده، مش عايز بقى الفئه رقم واحد، لا انا عاوز لما يكون مش عايز كل الفئات، لكن عايز الفئات اللي هي معديه ال 10,000، اللي فيه عندي في المخزن اكتر من 10,000 جنيه. اللي فيه عندي في المخزن منها باكتر من 10,000 جنيه. اللي اقل من كده حاجات كسر وبتاع مش مهمه، مش عايز افضل دلوقتي، مش عايز اشغل دماغي بيها. انا عايز كل المنتجات اللي عندي اللي قيمتها في المخزن عندي خلاص مالها اكتر من 10,000 جنيه. او ممكن يبقى السؤال مطروح بشكل مختلف، او عدد الوحدات عندي في المخزن اكتر من 100 وحده، او اكتر، مفيش ما عندناش 100 وحده، اكتر من مثلا من 6 وحدات. فانا عايز كل اللي عندي اكتر من 6 حتت منه يطلع لي، لكن الحاجات اللي هي فيها حته او حتتين مش عايزها مثلا. بس اسئله برضو ممكن ايه تقترح. خلاص ولا اقول لك هات لي مثلا الاسعار بتاعته، مثلا الماكسيمم برايس بتاعته بتعلى اكتر من 100 جنيه، هتعمل ايه؟ هتيجي تقول كده لو جيت فكرت ليه، والله ممكن ان انا اقول الماكس
لليونت برايس تكون اكبر من كام؟ ماكس عندنا مثلا اكبر من 100 جنيه، هو كده معناها ان انا اقول له اه بس مش لكله، انا عايز لما يكون خلاص سعر الوحده، سعر الوحده اكبر سعر وحده اكتر من 100 جنيه هات لي الحاجات الغاليه دي، عايز يطلع لي مثلا. لو جينا عملنا كده اكزكيوت ضرب ليه؟ قال لي خد بالك وير ليها وظيفه وفي جمله جديده اسمها هافينج ليها وظيفه ثانيه، هافينج ليها وظيفه ثانيه ايه؟ وير توماس ايكوال بالظبط الوير، يعني وير ايكوال لهافينج بالظبط، بس الفرق بسيط جدا الا وهو ان وير بتتحط الشروط على الفيلدز العاديه زي كاتيجوري اي دي كده، مفيش بقى ولا قبل اي فانكشنز ولا اي عمليات ولا اي عمليات تجميعيه اي اجريجيتنج فانكشن مفيش، لكن ده حقل مش عادي، ده حقل معمول عليه عمليه ايه؟ عمليه احصائيه او تجميعيه. قال لك لو اي شرط يتحط عليه معمول اصلا تجميعي لازم تحطه فين؟ لازم تحطه في هافينج، ما تحطوش فين؟ في وير. اما اي شرط عادي على حقل عادي ما عنديش اي مشكله احطه في وير. طبعا الغرض الرئيسي ان عشان هافينج هتتنفذ في الاخر بعد ما العمليه الاحصائيه تنفذ، بعد العمليه الاحصائيه ايه تنفذ، لكن وير يقول خلاص عايزين رقم واحد بس، فمطلع مين؟ رقم واحد بس. بعد كده عملت الاحصائيه تتعمل على مين؟ على رقم واحد بس. طب ازاي بقى احط في وير واقول له على يكون المتوسط كذا ولسه ما حسبش المتوسط اصلا، لسه ما حسبش الايه المتوسط الاساس. فعشان كده فرقوا ما بين الجملتين، قال لك الشروط اي كونديشنز على نورمال فيلدز خلاص على حقول عاديه خلاص، يعني without aggregating functions من غير اي ايه اي دوال احصائيه او تجميعيه تتحط في وير، لكن any condition اي شرط خلاص على فيلد ها بيوز ايه بيستخدم ايه بيستخدم aggregating function لازم احط الكونديشن في الجزء بتاع having ما احطوش في الجزء بتاع ايه بتاع وير. ليه؟ قلنا ان وير بتتنفس في الاول فبتفلتر لك، فانت بتعمل عمليات الحسابيه بتاعتك على ايه على الحاجات اللي طلعت لك بس، لكن في الحاله لما تيجي تحط شرط على حاجه لسه هتتحسب ما بيبقاش وير قادره تشتغل، ما بيبقاش وير لسه قادره، وير مش قادره تحسب لسه ما عملتش الكالكوليشن بتاعتها، فيتحط ايه تحط تحت اه، فيبقى وير ظبطت جابت لك مثلا ايه الكاتيجوري رقم 1 والكاتيجوري رقم 2 مثلا، وعملت حسابيه نقط فوق اتعملت، وبعد ما اتعملت يشوف بقى الشرط بتاع الهافينج ده انا عايز بقى لما يكون متوسطه اكبر من كذا او عايز لما يكون اقل من كذا، فهمنا الفكره كده؟ ايه على النتيجه اللي طلع مننا على النتيجه خلاص. فلو جينا عملنا اكزكيوت كده لان نفس الجمله هي هي بس نقلت الشرط من جمله وير حطيته في جمله هافينج ما عملتش اي حاجه خالص خلاص، طلع لي طبعا كل الماكس بتاعتهم اكبر من 100 جنيه هم كانوا اتنين بس. لو احنا عايزين طبعا احنا ممكن نيجي نقول مثلا الهافينج ان الفال ان ستوك يكون اكبر من 100، الفال ان ستوك يكون اكبر من 1000، يعني لما يكون قيمته في المخزن عندي اكتر من 10000 كما قلنا صح، يعني يكون المهم حاجه يكون في المخزن بتاعنا اكتر من 10000. تيجي تجرب جمله زي دي بيطلع لك ايرور لانه ما بيشوفش الالياس، ما بيشوفش الايه، يعني تكتب الالياس ما بيشوفش الالياس بقى ما تكتبه ما بيشتغلش عليه، لازم تكتب العمليه الحسابيه ذات نفسها عشان يقدر ايه عشان يقدر يشوفه للقفس. طبعا رخمه جدا طبعا عشان العمليه الحسابيه طويله كانت بتبقى طبعا غثيثه جدا. فطلع لي قال لي والله الوحدات اللي عندك في المخزن اكتر من 10000 جنيه اللي هي 1 و2 و3 و4 وسيبك من 5 و6 و7 وقال لك و8 دول الايه الحاجات اللي فيها ارقام كبيره عندك في الايه في المخزن. وبكده نكون بصينا بصه على جروب باي وهافينج بجمل الايه الاس كيو ال.